اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات شرح منهج Time for English for Primary 4. النهاردة إن شاء الله نبدأ أول حلقاتنا في شرح منهج Time for English صف الرابع الابتدائي First Term الترم الأول. طبعا لو ملاحظين هنا الكتاب اللي بستخدمه قدامنا أهو كتاب خارجي المعاصر، تمام، طبعا طبعة 2018، تمام. listen ونخش على يونت 1. يونت 1 اللي هي عنوان، بعنوان طبعا يونت 1 عنوانها at the pet shop. at حرف الجر at معناها في، pet حيوان أليف، shop محل، at the pet shop في محل الحيوانات الأليفة. نخش على الكلمات أو listen 1. listen 1 الدرس الأول اللي هو بيكون عبارة عن conversation time. conversation time وقت المحادثة. الكي فوكاب الكلمات المفتاحية أو الكلمات الجديدة عليك كلمة find أو كلمة find. find F I N D معناها يجد. مهم جدا يا أولاد نعرف نوع الكلمة إيه، هل هي فاعل ولا اسم ولا حرف جر ولا صفة ولا هل هي noun اسم ولا verb فعل ولا preposition حرف جر ولا adjective صفة. هنا find معناها يجد، يبقى ديت نوعها verb فعل. where يرتدي مش وير، لا where يرتدي دي verb فعل. wrong طبعا هنا كلمة where نفرق بين where ديت و where التانية اللي هي فيها w h e r e معناها أين، نفس النطق بالظبط مع اختلاف حروف واختلاف طبعا المعنى، الحرف واحد بيغير معنى الكلمة نهائي. كلمة where أهي يرتدي قدامنا ديت، where التانية w h e r e معناها هل أين، أما where الثالثة W E R E الماضي من R R يكون where كانوا. look like يشبه، wrong خطأ أو مشكلة wrong. لو ملاحظين هنا بدأنا ننطق الكلمة بالحرف حرف ال R wrong wrong. طب فين ال W؟ إيه اللي حصل ال W؟ هنا ال W حرف ال W silent، ليه؟ عشان لما قال لك لما يجي الدبليو كده والار بالشكل ده هنا الدبليو سايلنت. بالظبط لما نقول كلمه رايت يكتب رايت، قلنا لوك لايك معناها يشبه. الاكتيف فوكابولري الكلمات اللي اخذتها قبل كده السنوات اللي فاتت بس هنا بفكرك بيها، كلمه بيت، بيت حيوان اليف جمعها بيتس. هنا نخلي بالنا من نطق حرف البي، بي بيت بيت، البي تملى بقك كده هوا وتطلعه كده مرة واحدة pet pet مش بيتا، pet حيوان أليف جمعها pets. shop shop مش ما تقولش كده شوب، لا shop 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 محل. can يستطيع طبعا can't لا يستطيع. mom اللي هي mother مش mother، ها mother mother. dad اللي هي father مش فاذر، لا فاذر فاذر. بعد كده دريس دريس معناها فستان مش دريس، لا دريس ج ج دريس. ذات ذات بستخدمها لما بتكلم، لما اتكلم عن شيء مفرد وبعيد عني. ذات بوك ذلك القلم، ذلك الكتاب اللي هناك ده. ذات بن ذلك القلم. ذات كار تلك السيارة، الحاجات دي بتكون بعيد عني مفرد لكنها بعيد عني. اما الحاجات المفرد وقريبه منها اقول ايه؟ this this car this book this pen، معنى كده الحاجات دي بتكون قريبه مني جدا. that عكسها this. tall tall طبعا خش على كلمه tall، ادي صفه نوعها انها صفه adjective صفه. tall معناها طويل عكسها short. thin 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 نخلي بالنا التي اتش هنا بحرف زي حرف الثاء في العربي ثاء، انا مش بقول فين مش بقول بالاف ثاء بالثاء، عارفين ثاء الف ب ت ثاء ثين نحيف. نرجع كلمة tall، tall هنا ال A نطقها O نطقها O زي كلمة ball call mall hall وهكذا. thin نحيف عكسها fat سمين. pizza
طبعا عارفينها بيتزا تشيز تشيز السي اتش تشيز جبنه. بيتزا وتشيز دولت ما لهمش جامع، يعني مفيش حاجه في الانجليش اسمها بيتزاس وتشيسس، مفيش. بيتزا تشيز مع كده، بيتزا از تشيز از، تاخده از هير هنا، لكن هناك ذير، هير اند ذير، هنا وهناك. يوصل في نفسك شيرت قميص، شيرت شيرت قميص، لكن تي شيرت هو التيشيرت. which one which one، اي واحدة نستخدم which one الاختيار بين شيئين او اكتر. انا اسأل واحد ان يختار بين حاجتين او اكتر، which one. short short مش short، short short قصير، fat سمين. طبعا هنا short fat thin tall كلهم adjectives صفات. اوكي هنا لاحظ ان الاختلاف بين short و short، شيرت بالاي شورت بالاو. اوكي طب حد يقول لي إيه مستر، ايه الفرق بين شورت ديت والشورت اللي بنلبسه؟ لكن شورت يعني قصير صفه، لكن لما اتكلم عن اللي بنلبسه ده اسمه شورتس، لازم نضيف الاس في الاخر. فات سمين قلنا، تخين طبعا، بعد كده الكالرز اللي انت عارفينها. هنا بيقول طبعا كلام قلناه من شويه، داد فاذر مام ماذر. نستخدم كان عشان اتكلم عن شيء اقدر اعمل حاجه اعملها، اقدر اعملها، وعكسها كانت العكس. طب لو ملاحظين هنا كان وكان بعدهم انف، كلمه انف دي اختصار كلمه انفينيتيف. انفينيتيف يعني الفعل في المصدر. ايه معنى الفعل في المصدر؟ اي فعل في الانجليش ليه مصدر، ليه اصل. لما اقول الفيرب يلعب بلاي، يلعب بلاي، في منه بلايز بالاس، في بلاينج اي ان جي، في بلايد اي دي. بلايز وبلاينج played اصلهم كلهم ده اصلهم play بس play. الفعل eating i n g eats بالاس، ate اكل اصلهم eat. اوكي يبقى الفعل في المصدر، يعني الفعل بدون اضافات، يعني اصل او مصدر الفعل. خلاص يبقى can can't can او can't بعدهم الفعل في المصدر. she can ride، هنا ride يركب من غير اضافات عشان قبلها can. I can't find، find الفيرب من غير اضافات عشان دي كانت. قلنا which one بمعنى اي واحد. هنا نتعرف على الفيربس، الافعال اللي في الدرس ده، قلنا لازم نعرف الكلمه نوعها ايه. هنا دول الفيربس افعال، help يساعد مش help، يعني خطا اقول help me، help me help me help help يساعد. pass يمرر يناول، يمرر او يناول. نو no, يعرف مش كنو، الكي هنا سايلنت، معنى كده الكي والان مع بعض الكي سايلنت. نو no. كلمة نو no وكلمة ني ركبة، ني برضه نفس الكلام. كلمة نايف سكينة. فايند يجد، دول كلهم فيربس افعال. هنا يقول لك ريد اند سيركل ذا اود وان. سنة رابعة إن شاء الله عندكم نوع أسئلة جديد، اللي هو اللي قدامنا ده عبارة عن أربع كلمات منهم ثلاثة زي بعض، واحدة مختلفة. نعمل دايرة عند الايه؟ عند المختلفة. مثلا tall طويل صفة، mom أم دي ناون اسم، short قصير صفة، thin نحيف صفة. يبقى tall adjective صفة، short adjective صفة، thin adjective صفة. أما mom ناون اسم، ديت المختلفة. number two find verb، help verb، tall adjective، look verb. يبقى عندنا 3 verbs find help and look. دول verbs tall adjective صفة، يبقى tall هي المختلفة، دايرة عند tall. number 3 dress jacket shirt what. dress jacket and shirt دول عبارة عن cloth، cloth يعني هدوم. أما what ديت question word، أداة أو كلمة استفهام، كلمة استفهام. red yellow pizza green red طبعا الاحمر، yellow اصفر، green اللي هو الاخضر، pizza طبعا معروف اسمها معروف. red yellow and green دول colors الوان، ما عدا pizza food طعم. في ال at the picture في المحادثه اللي هنقول نقراها بعد شويه، في ال characters الشخصيات اللي موجوده في المحادثه، policeman policeman boy girl and their mothers مامتهم أمهم.
هنا اللي حصل في المحادثة بيقول لك ايه؟ a little topic، الموضوع بتاع المحادثة little boy little boy and girl are sad، ولد صغير وبنت واخته طبعا are sad، اشعروا بالحزن because they can't find their mom، مش قادرين يلاقوا مامتهم. a policeman is helping them to find out to find her، رجل الشرطة بيساعدهم في ايجادها مامتهم يعني. المحادثة بيقول لك هنا الولد بيعيط، جه البوليس مان بيقول له واتس رونج، ما المشكلة مالك يعني؟ قال له I can't find my mom، I can't find my mom، معناها أنا لا أستطيع أن أجد والدتي، I can't find my mom. وهنا الراجل مش هيسيبه يمشي، لازم يساعده، هيقول له what does she look like، يبقى أسأل عن شكل حد او انزل اسال عن الشكل او المظهر او الوصف الخارجي لشخص ما، او ليه what does she look like او what does he look like. لو ملاحظين هنا she يبقى does، what does he او she، what does he او she look like. look هنا في المصدر عشان في does، does يبقى تخلي الفعل برضه معناها في اللي معاها في المصدر. what does she look like، ايه شكلها البنت؟ بتقول له she، هنا she قصده مين بيها، قصدها مين بيها؟ she اللي هي mother، مامتهم يعني. she is هي تكون tall and thin، tall and thin، ما ينفعش تقول she is tall and thin، لا she is tall and thin، tall and thin، okay، طويلة ونحيفة. في وصف تاني ليها لابسة ايه طيب؟ she is wearing a red dress، she is wearing a red dress، تلبس هتبتدي فستانا أحمر. لما لاحظنا هنا خدناها wear بقت wearing ing عشان في is، خدنا السنة اللي فاتت present continuous مضارع مستمر بتكون من am is are verb plus ing، ترتدي فستان احمر. هنا البوليس مان عارف الحضارة امامتهم طويلة ونحيفة وترتدي فستان احمر، لقى واحدة جاية من بعيد اهي، قال لها is that your mom، هل تلك، هل هي اللي هناك ديت مامتك؟ yes yes there she is، نعم انها هناك، thanks، شكرا. طبعا هنا الولد فرحان، مام فرحان عشان لقى مامته من جديد. هنا في اكسرسايز على الكونفرزيشن، هنا السؤال ده listening عبارة عن جملة نص كلمة، تسمع كلمة وتكتبها مثلا هنا number one what is she wearing، كلمة she، she is wearing a red، كلمة red، وهكذا. number two read and write true or false، شوف الصورة ونشوف كل جملة هل الجملة متفقة أو موافقة مع الصورة أو لا، لو ماشية مع الصورة true، لا غير كده false. this is a girl، this is a girl، دي بنت، true ولا false، صح ولا غلط؟ طبعا false، خطأ. this is a boy، هذا ولد، أكيد true، صح. she is he is running، he is running، هو running، running يعني run، يجري، هنا بيجري، طبعا false. he is tall and thin، he is tall and thin، طويل ونحيف، طويل ونحيف، أكيد true. choose I can my mom، قلنا can أو can't بعدهم إيه؟ بعدهم الفعل من غير إضافات، الفعل من غير إضافات. طب هنا الفعل اللي من غير إضافات هنا finding ing، إضافتها ing ما ينفعش، finds الاس ما ينفعش، يبقى هنا find اللي من غير إضافات ده في المصدر I find، I can't find my mom. number two is your mom، is your mom، yes there she is، احنا قلنا is خدنا السنة اللي فاتت is مفرد، يبقى that أو this، هنا those ولا that ولا these، طبعا that، ليه؟ عشان those و these بالجمع are. the pizza to Ali please، بيتزا علي لو سمحت، كلام سنة فاتت passing ولا pass ولا passes، ها guess خم من أي واحدة فيهم، نختار هنا pass، ليه pass؟ عشان pass the verb، والفعل لما يجي في أول الجملة بيكون برضو في المصدر في الانفينيتيف، يبقى pass. they open the door، افتح الباب، open the verb في المصدر. what does she look like، ما شكلها؟ what does she look like، look
لايك هنا، لايك في المصدر ليه؟ عشان قلنا من شوية داس بعدها الفعل في الانفينيتيف في المصدر. ما كده انا دلوقتي اتعلمنا ثلاث حاجات، بعد ما الفعل في المصدر كان او كانت، الفعل في اول الجملة بيكون في المصدر، والفعل بعد كلمة داز في السؤال او في النفي برضه بيكون في المصدر. السؤال ده عبارة عن صورة تحتها سؤال، جاوب على السؤال من خلال الصورة. What does she look like؟ ايه معنى السؤال ده الاول؟ What does she look like؟ قلنا look like تشبه او يشبه هنا السؤال على بعضه، ما شكلها يعني اوصفها لي. What does she look like؟ غير في المحادثة لما الراجل قال للبنت هي شكلها ايه اوصفها لي، قالت له ايه؟ She is tall and thin. هنغير عشان حسب الصورة اللي عندنا، او ليه she is short and thin. short قصيرة ونحيفة، يبقى she is short and thin. What's this؟ What's this؟ ما هذه أو ما هذا؟ السؤال هنا بـ is، في is يبقى الإجابة it is أو this is عادي. it's عشان دي مفرد، it's a kitten، كانت صغيرة. Do you like pizza؟ بتحب البيتزا؟ Yes I do أو no I don't. دي صح دي صح، yes I do. يتحول إلى I في السؤال في الإجابة. Yes I ناقص نعمل مقص، yes يتحول إلى I ودو زي ما هي بس دي silent. What's she wearing؟ إيه معنى wear؟ ارتدي. ماذا ترتدي؟ هي لابسة إيه؟ لابسة، يبقى الإجابة حواليه she is. نجاوب نحذف what ونعكس بين is و she. She is wearing هي ترتدي a pink dress، عادي red dress على فكرة، أي أو a dress بس من غير ألوان. السؤال ده أخدنا زيه السنة اللي فاتت، قلنا نكتب ثلاث جمل على الصورة. Look and write three sentences. انظر واكتب ثلاث جمل. الاول هنقول ايه؟ انت هنا اسال نفسك سؤال، شايف ايه في الصوره؟ شايف ايه؟ شايف ثلاث اشخاص، واحد اثنين ثلاثه. in English يبقى there are، يوجد three persons او three people. there are three people او three persons، يوجد ثلاث اشخاص. السؤال الثاني، هم فين دلوقتي؟ هم في عند الحيوانات الاليفه، محل الحيوانات الاليفه. they are at the pet shop. they are at the pet shop. الجملة الثالثة، طبعا هنجيب جمل من المحادثة. ايه اللي حصل الولد هنا؟ ليه بيعيط؟ The boy is sad، ولد حزين. He can't find his mom. He can't find his mom. مش قادر يلاقي مامته. تمام؟ listen to الدرس الثاني اللي هو الكلمات برضو. lizard طبعا هنا عبارة عن pets، حيوانات أليفة. lizard سحلية، kitten قطة صغيرة kitten، puppy كلب صغير puppy، rabbit أرنب، parrot بغبغان parrot، canary فار الكناري، fish معروفة turtle سلحفة. يبقى lizard kitten puppy rabbit مش rabbit، لا rabbit، parrot canary fish turtle. هنا lizard نقسم الكلمة lizard kitten، هنا kitten أخيرة تن يعني 10، نحفظ كيت KIT بعدين TN. puppy PUPPY rabbit معفينا من زمان، parrot turtle TURTLE turtle، طبعا canary خدنا كلمة كان من شوية، كان يستطيع نضيف بعدها ARY canary. هنا طبعا sister أخت، blue أزرق، wear تدي bird طائر. true or false صح أو خطأ حسب الصورة اللي عندك. there are two rabbits، there are يوجد، there are two rabbits في أرنبين، أكيد false. The rabbit is white مش وايت، لا white. The rabbit is white، الأرنب لونه أبيض. true. The rabbit can fly، rabbit أرنب can، إيه معنى can؟ يستطيع. fly يطير. The rabbit can fly يطير، طبعا false. The rabbit can run يقدر run يجري، طبعا true. هنخش على الجرامر اللي عندنا، حاجة سهلة جدا. هنا هناخد الفيرب want،
want معناها يريد، عاوز يعني I want، أنا عاوز. هاخد هنا شكلين للفعل want، want and wants، want wants. امتى want وامتى want؟ يبقى نستخدم want لما نتكلم عن شيء أنا عاوزه، أنا عاوز كذا، التعبير عن شيء ما، حاجة إحنا عاوزينها أو حاجة مش عايزينها نحط قبلها don't. I want أنا عاوز، طب أنا مش عاوز الحاجة دي، I don't want. هنا لو لما قلنا زي ما قلنا من شوية في want wants، want wants بالاس ومن غير اس. امتى من غير اس؟ حسب السبجكت، حسب الفعل، حسب الفعل اللي قبل want أو wants. I لما الفعل يكون I you they we أو اسم جمع زي boys مثلا أو girls، I you they we boys أو اسم جمع يبقى want. I want أنا أريد، you want أنت تريد، they want هم يريدوا، we want نحن نريد. أما wants مع he و she و it أو اسم مفرد زي منى، he wants she wants it wants، أو اسم مفرد أحمد أو منى wants. I want a canary أنا عاوز canary، you want a canary أنت تريد canary، he wants a canary هو يريد canary. يبقى want wants بالاس ومن غير اس حسب الضمير او حسب الفعل اللي قبل اللي تبدا بيه الجمله. I you they we حتى غنيها، I you they we او اسم جمع، I you they we want، he she it wants، he she it wants. مثلا they want a puppy، they want a puppy، she wants a fish، she wants a fish، she wants. لاحظ هنا she wants they want من غير اس بالاس. ده حاجة اسمها حالة الإثبات. يعني إيه إثبات؟ يعني حاجة لما أقول أنا عايز الحاجة دي فعلا، مثلا I want a canary، عاوز كناري، عاوز كناري. طب أنا مش عاوز أقول إيه؟ إما don't want أو doesn't want. I, you, they, we جمع don't want and I don't want لا أريد، أنا مش عايز. You don't want أنت لا تريد. They don't want نحن أو هم لا يريدوا. أما مع he و she و it أو اسم مفرد doesn't want. وهنا نلاحظ إنه من شوية قلنا he و she و it wants صح؟ لكن هنا he و she و it want راحت فين الاس؟ عشان في نفي هنا في doesn't doesn't doesn't. يبقى لما نلاقي doesn't بعد he و she it يبقى want من غير اس، من غير doesn't يبقى wants. I don't want a lizard أنا لا أريد lizard، مش عايز سحلية. يعني انت خلي بالنا هنا هوت I don't want a lizard، هنا he doesn't want a kitten. خلي بالنا من غير هنا من غير doesn't يبقى he wants، أما مع doesn't يبقى من غير اس، he doesn't want a kitten. لاحظ أهي في حالة النفي مع doesn't يحذف حرف الاس من الفعل. مع doesn't اللي هي he doesn't she doesn't it doesn't أو اسم مفرد أحمد doesn't want. choose my brother، إيه معنى my brother؟ أخويا، اللي هو إيه معنى هو؟ he إحنا قلنا he بعدها الفعل في s ماشي، يبقى he أيوه my brother، want ولا wants ولا don't want، he إيه؟ want wants don't want أيوه wants wants he wants اللي هو my brother. علي doesn't، علي يعني he doesn't، he هنا المفروض wants، فلما علي يعني he wants، قالك لا عشان في doesn't يبقى want بس من غير اس، علي doesn't want. they قلنا they الفعل مع they we you من غير اضافات، they want أو want. هنا wants بالاس، امتى wants تيجي بعدها اس؟ لما يكون قبلها هي او شي او ات او اسم مفرد. هنا وي اخذنا وي وانت ما ينفعش، ذي وانت ما ينفعش، منى وانتس اه. ليه منى وانتس؟ عشان منى اللي هي شي مفرد، يبقى شي وانتس منى وانتس. هنا this is a canary، ده canary true ولا false؟ اكيد true. it's a bird، bird ايه معنى bird يا ولاد؟ bird ايوه طائر، يبقى true. it can't swim، خلي بالنا it اللي هو الكناري ده
can't. ايه معنى can't؟ can't معناها لا يستطيع. ايه معنى swim؟ يعوم. هنا الطائر ده لا يستطيع ان يعوم، ده ما يعرفش يعوم، طبعا true. لكن لما اقول لك it can swim، يقدر يعوم، طبعا هتكون ايه؟ false. it can't fly، it can't fly، ما يقدرش يطير، طبعا اكيد false، هنا هو بيطير. choose I a kitten. I قلنا I they we you want. نغنيها I they we you want. I they we you طبعا الجمع want. I want أو don't want. I want. He she it wants. He she it wants. He she it wants. مش wants ها؟ wants. He wants أو doesn't want. they هنا في they وفي في want. ايه الناس هنا وات؟ النفي بقى، هل doesn't isn't don't. قلنا في النفي don't او doesn't، لا طالما في want هنا they، تبقى they ايه؟ doesn't ولا don't؟ ها doesn't or don't؟ ايوه don't. wants بالاس، he she it wants she wants. هنا الكلمة المختلفة. read and circle the old one. fish parrot bus rabbit. okay fish parrot bus rabbit. فين ال odd one؟ فين المختلفة؟ كلهم دولت pets، حيوانات أليفة، ما عدا الباس. باس اللي هو ذكر، عبارة عن وسيلة مواصلات أو مركبة. cat cat kitten dog car. فين المختلفة؟ cat kitten dog دول animals أو pets، حيوانات أليفة، أما car نفس الكلام اللي فوق، عبارة عن vehicle، مركبة، سيارة يعني. want number three want lizard like eat. want verb فعل. اللي مهم جدا نعرف نوع الكلمة إيه، هل هي فعل ولا اسم ولا حرف جر ولا صفة. want فعل verb like نفس الكلام verb eat verb، أما lizard noun اسم. pizza cheese bread puppy. pizza cheese جبنة، bread خبز العيش يعني، puppy هو البيت animal أو حيوان أليف، حيوان أليف pet. يبقى هنا pizza cheese bread دول food طعام، أما puppy حيوان أليف. طبعا نبص على كل صورة ونشوف السؤال بتاع كل صورة إيه ونجاوب حسب الصورة. what are these؟ قلنا من شوية لما يكون في is الإجابة it is it is، لكن are they are، نخلي بالنا they are. what are these؟ ايه الحاجات اللي في الصورة دي؟ هقول they are puppies. puppies طبعا puppies بدل واي نحذف واي نحط اي اي اس، they are puppies او two puppies. is معناها هل، is وكان معناها هل في الاول. is is that your bird؟ is that your bird؟ هل ذلك your bird الطائر بتاعك؟ yes it is yes it is. او ممكن عادي نقول no it isn't، عادي على فكرة صح يعني. what do you want؟ what يعني ماذا؟ you انت want treat. what do you want؟ ماذا انت تريد؟ انا لما اقول لك انت عاوز ايه، هتقول هتجاوب على تقول ايه؟ انا. يبقى يو تحول الى ايه؟ اي. انا اريد اي want اي want a rabbit. اي want a rabbit. can هل، بس هنا كان هل تستطيع. can you see a lizard؟ can you see a lizard؟ see معناها يرى. هل يمكنك رؤية السحلية lizard؟ ها the lizard طبعا no. no you في السؤال تحول إلى I في الإجابة. no no I can't. no I can't ما أقدرش. ونقطة في الصف ونقول إيه؟ I can see a parrot. I can see a parrot أستطيع أن أرى بغبغان. هنا نكتب 3 sentences على 3 جمل. احنا قلنا اول حاجة انت شايف ايه هنا؟ وات there are you got a boy and a girl. there are a boy and a girl. you got ولد وبنت، ولد وبنت. there are a boy and a girl. الجملة التانية اسأل نفس السؤال، هما فين مثلا؟ في اي مكان، اي مكان قريب من الصورة. مثلا they are at the pet shop. they are at home. دي صح دي صح، that they are at home او they are at the pet shop.
نمبر 3 جملة تالتة، بص كده على الصورة هنا الولد عاوز ايه؟ بيشاور على البوبي، او ليه the boy wants a puppy. The boy wants a puppy. الولد عاوز puppy. The girl wants a canary. The girl wants a canary. They are wearing, او the girl is wearing, the girl is wearing a t-shirt. بنت لابسه t-shirt. The boy is wearing a shirt. الولد لابس قميص. The boy is happy. الولد فرحان. وهكذا. الكلمة ديت فيها حرف اليو. هنا فيها حرف اليو. اليو شورت، شورت يو. ايه شورت يو يعني؟ شوف بج بج بج. هنا اليو ما ظهرش في النطق. بج بج. اما هنا تيو. شوف اليو هنا اسمها لونج يو. يو طويلة. لونج يو ده الرمز بتاعها. تيوب. اما ده شورت يو. بج. شوف بج. ما انا حشرة البق. run يجري. run up up فوق او اعلى. up duck 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 بطة بس. with cup cup فنجان. sun شمس. rug rug سجادة. luck luck حظ. gum gum لبانة. هنا دول كلهم، دول الكلمات دولت فيهم شارت يو، يو قصيرة في النطق. هنا لاحظ الفرق بقى في نطق اليو. بلو، شوف هنا بلو مش بقى ده. بلو لونج يو. بلو سمر لونج يو. تيوب أنبوبة لونج يو. فلوت لونج يو مزمار أو ناي. جون شهر يونيو لونج يو. تيون تون اللي هو ايه لونج يو. طب ليه هنا اليو لونج؟ لو ملاحظين اليو بعدها اي، يا اما يو اي كده مع بعض يبقى لونج يو، يو اي لونج يو، او بينهم حرف ساكن واحد بس، حرف ساكن واحد بس، حرف ساكن بينهم واحد بس، يا اما مع بعض كده او بينهم حرف واحد ساكن بس. فلوت نفس الكلام، يو اي بينهم تي. جون يو اي بينهم ان. وهكذا. ده عبارة عن شرح مبسط على يونت 1. لو في أي سؤال يا ريت تكتبوه في التعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات عشان يصلكم كل درس جديد إن شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.